نروح لساحرة المستديرة وكرة القدم لا حديث يعلو اليوم فوق لقاء القمة نهائي كأس مصر أهلي وزمالك، زمالك وأهلي كلنا في الانتظار، وطبعا دي مباراة بتشهد العديد والعديد من الجدل، بس الجدل الحلو المثمر اللي هو طيب الحكم هيبقى مين؟ طيب يا ترى أبو عضلات ده هيأدي هيخلي اللعيبة تدي كل ما عندها، ولا هيحجم يلجم المباراة بلغة الكورة زي ما احنا بنقول؟ طيب مين اللي هيحرس عرين الأهلي وكذلك عرين الزمالك؟ لكن يجيبني على هذا التساؤل جنرال الحراس كابتن فكري صالح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق. صباح الفل يا جنرال. صباح الجمال يا كابتن هبة، شرف عظيم ليا وجودي معاكي النهارده. الشرف لينا يا كابتن فكري، ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا كابتن يا هبة. رب دايما بخير ودايما منورنا على شاشة دي ام سي، اهلا وسهلا بيك. اهلا بيكي يا كابتن هبة. كابتن فكري، ازاي شايف اللقاء النهارده بشكل عام قبل ما اخصص كلامي النهارده معاك على الحراس؟ نمرة واحد، طبعا هو تعتبر مباراة الأهلي والزمالك هي من أهم الأحداث الرياضية في مصر وفي العالم العربي كله، وخاصة إنها هيبقى لها طعم تاني لأنها لأول مرة تقام خارج القاهرة، وهتقام في السعودية الشقيقة على ملعب الأول برد، فطبعا ده حدث ما حصلش قبل كده، ونتمنى إن هتبقى مباراة قوية جدا بين الفريقين. كابتن فكري، حراسة المرمى في مصر هل تقلقك؟ لا أبدا، في كابتن هبة أجيال متتابعة، والحمد لله مصر مليئة بالحراس، اللي حتى مدرب المنتخب عنده قاعدة كبيرة يقدر ياخد منها، وخاصة إن إحنا عارفين إن في جهاز جديد، جهاز جديد مش مرتبط بأي أسماء، ومباراة النهاردة فرصة لأي حارس بيلعب مباراة أهلي وزمالك، دي بتبقى عنده فرصة ذهبية إنه يقدم أوراقه إلى النجومية، وإنه يبقى بيقدم أوراقه إلى ان تثبت ان هو عملاق مصر في الفتره القادمه من خلال هذه المباراه، من خلال ادائه في هذه المباراه. دايما يا كابتن هبه مباراه الاهلي والزمالك بتبقى بوابه دخول نجوم جديده، صحيح، واكتشاف اسماء جديده، ويبقى عليها الضوء، مولد نجم او بزوغ نجم طبعا، وخاصة أنا بتكلم على حراس المرمى، لأن دايما مباراة الأهلي والزمالك بنسبة كبيرة جدا، بنسبة 70% أداء حارس المرمى هو اللي بيأثر على نتيجة هذه المباراة. كابتن فكري بيقول إنه حارس المرمى هو كل الفريق ولا نص الفريق؟ لا، 70% أكتر من نص الفريق. 70%. واحنا شفنا ده يا كابتن هبه من خلال بطولات كتيره جدا، ان حارس المرمى بيؤثر في النتيجه بشكل كبير جدا بنسبه كبيره. طيب النهارده حراسه مرمى النادي الاهلي شايفها ازاي يا كابتن؟ والله مع الاخذ في الاعتبار ضغوط اللقاء وضغوط اذا كانت اجواء احتفاليه، ولكن تبقى هي نهائي كاس مصر وتبقى هي بطوله منفرده ويبقى هي مواجهه الغريم التقليدي. كابتن هبه ما فيش حاجه اسمها ده، دي مباراه قويه جدا فيها نهائي كاس، يعني الفريق اللي هيكسب في الاخر هو هياخد نهائي كاس. هي صحيح هتبقى احتفاليه لانها في دوله خارجيه معمول لها ترتيبات كويسه جدا، هي اجواء فقط. لا، هو يكفي ان انت هتلعبي المباراه في وسط جماهير، حتى لو كنت لعبتيها في القاهره ما كانتش الجماهير دي هتبقى متواجده للاسباب اللي زي ما بنقول الامنيه. ولكن عم اتكلم على الحراس، انا عندي في الزمالك محمد عواد ومحمد صبحي، اما اتكلم على الاهلي عندي حاليا اللي جاهزين، ربنا طبعا يشفي محمد الشناوي ويرجعه بسرعه الى الملاعب ان شاء
شاء الله عندي مصطفى شوبير وعندي محمود الزغفلي. انا عندي ثقه في الاربعه ايا كان مين اللي هينزل المباراه، ان هو لازم يبقى عارف ان هدوء الاعصاب في هذه المباراه هتساعده كتير على اتخاذ القرارات الصح. انت بتؤمن بالتدوير في حراسه المرمى يا كابتن فكري؟ نعم يا فندم. مع فكره التدوير في حراسه المرمى؟ لا لا، في العالم كله يا كابتن هبه في حارس اساسي، هذا الحارس ما بيتغيرش الا لما يتعور او يقبل مستوى الفني بتاعه نزل لدرجه 50. اشمعنى الحارس اللي متبع معاه الموضوع ده يا كابتن؟ لانه هو اللعيب الوحيد اللي احنا ده اللاعب الوحيد اللي بيلعب في هذا المركز. وفي نفس الوقت استمراريته في اللعب بتديله الثقه في كل المباريات اللي بعديه. إذا يعني كنا احنا بنقول انه مصطفى شوبير هو اللي هيحرز خلاص، يعني كلنا في ظل غياب الشناوي، فلو اتخذنا يعني المبدا اللي حضرتك بتقول عليه عدم التدوير فخلاص مصطفى شوبير هيحرز مرمى النادي الاهلي، ولكن في الزمالك في بعض الحيره في الحراس. عواد ولا صبحي؟ لا، هو انا من رايي الشخصي كفكر صالح هو محمد عواد. ليه؟ لان محمد عواد لعب اكبر كم من الماتشات خلال الفتره اللي فاتت. لان هي مين اللي بيلعب مش مين اللي كان بيلعب. مين الاجهز؟ يعني مين؟ يعني حتى النهارده انا بدي النصيحه دي لابني سعفان الصغير كمان، انا ما بختار النهارده مش امبارح كان في ايه. لانك انت هتلعب نصيحه للمنتخب. فيبقى انا بختار النهارده مين اللي جاهز النهارده، بناء عليه باخد هذا الكلام. فيعني انا بتمنى من الاثنين حراس اللي هيلعبوا ايا كان مين اللي هيلعب، انه يبقى عارف ان النهارده انت تقدر تقدم اوراق اعتمادك لكل العالم العربي ان انت تستحق ان تكون عملاق مصر. فدي فرصه ذهبيه بعيد عن مباراه الاهلي والزمالك في حالة الوصول إلى وقت إضافي وركلات جزاء. عندنا مصطفى شوبير وعواد، مين يرجح كفة فريقه؟ وهنا بقى هنقول الأكثر جاهزية في التصدي لركلات الترجيح. والله هو مثلا أنا لما أجي أتكلم فنيا، محمد عواد عنده الرشاقة والمرونة العالية جدا، شوبير عنده التركيز العالي. وخلي بالك أنا بعتبر شوبير مصطفى شوبير عنده الموهبة الكاملة، يمكن موهبته أكثر من والده ربنا يديله الصحة كابتن أحمد شوبير. يعني موهبة مصطفى تعتبر حارس مرمى موهوب بدرجة أكبر من الكابتن أحمد. طب الفروق في إيه؟ لا، الفروق في مين اللي هيبقى معاه اللقب، مين اللي معاه هيبقى ده في الماتش. لا، انا بقول على مصطفى والوالد احمد شوبير. لا، ما هو حبيبتي انت ما تشوفي اداء مصطفى شوبير بهدوء اعصابه، يعني بهدوء الاعصاب دي بتديله حارس المرمى عباره عن كلمتين يا كابتن ابن. عباره عن مساحه وزمن. مساحه هو التمركز السليم، التوقيت السليم، في المكان السليم. ايوه، الحاجات اللي بتتقال في المحاضرات دي يا كابتن فكري. ايوه. بس والله اصل دي انا مش من كتاب، دي من خلال خبراتي ال 50 سنه. طبعا طبعا. الزمن هو سرعه رد الفعل حتى تصل للبيت مثانيه. التايمنج طبعا. تقدري تعملي الحاجتين دول يا كابتن هبه لازم يبقى عندك هدوء الاعصاب، فالحته دي موجوده في مصطفى شوبير. بس مصطفى طبعا شوبير. الاضافه بتاعت خبره الوالد هي اللي بتخلي التقل ده موجود. لا، انا ما بتكلم كابتن احمد شوبير ده موضوع تاني خالص. نعم يا كابتن فكري. اتفضلي يا فندم. حضرتك بتقول ايه؟ معلش مش سامع حضرتك. بقول ان لا، الكابتن احمد شوبير انا اشتغلت معاه وحارس مرمى عظيم. انا بتكلم دلوقتي على نسبه الموهبة اللي أيوة موجودة صحيح. عند مصطفى دي حتى حاجة من عند ربنا، مفيش شك، ما يقدرش لا مدرب يحطها ولا أعلى من الموهبة اللي كانت موجودة عند الكابتن أحمد. طيب، وده بالعكس ما يقللش.
لا على فكرة الأب الوحيد اللي بيبقى بيتمنى إن ابنه يكون أفضل منه. أنا بقول حقيقة صحيح. يعني بنتمنى لهم طبعا التوفيق يا كابتن فكري. بس هسألك سؤال أخير فيما له علاقة باختيارات المنتخب. وطبعا إحنا مش بنمارس أي نوع من أنواع الضغوط، ولكن عين كابتن حسام حسن أعتقد إن هي مغايرة، وحضرتك من الناس اللي بتلقط الموهبة. عندنا حراس تانية جديدة ممكن إن إحنا نسمع أساميها على الساحة؟ وما كانش بياخدوا الفرصة في وجهة نظرك يا كابتن فكري؟ كابتن هبة، أنا عندي مثلا أبو السعود في المقاولين صح عامل حاجة غير طبيعية في الأداء. محمود جاد، لا ما أنا 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 كانت أنا كانت نصيحتي إيه للكابتن سعفان الصغير ابني اللي هو مسؤول دلوقتي عن الملف ده في المنتخب، إن أنت وأنت بتبص ما تبصش إمبارح، بص النهارده يا كابتن سعفان مين اللي جاهز في اسامي ثانيه يا كابتن فكري؟ طبعا احنا عشان ما نقعدش نقول انا قلت لك اللي هو يعني الابرز الابرز فاهماني؟ لما في لا في اسماء في المهدي سليمان في اكثر من اسم، انما ده انا اديت المثل ده لاني فعلا يعني مثلا هقول لك في ضربات الجزاء على المقاولين العرب 7 ضربات جزاء ابو سعود جاب 5 منها. 5 في حق. انا يعني عايز اقول في اسماء موجوده، في عين جديده هتشوف. اتمنى ان يتحط الاصلح لمصر خلال الفتره القادمه ان شاء الله. بتمنى شفاء الكابتن محمد الشناوي عاملها في مصر بإذن وانه يرجع الملعب سريعا. كل ده اتمنى بقى في المباراه النهارده يا كابتن هبه ان هذه المباراه النهارده بما انها بتتلعب في بلد شقيقه السعوديه انها تطلع بمنظر حضاري يليق باسم مصر العظيم. اشكرك شكرا جزيلا جنرال الحراس والمدربين كابتن فكري صالح، نورتنا وبشكرك شكرا جزيلا.